صراحة اللي خديت من عند الوالد دي شحال هادي من أوائل الرافية في المغرب. الأصل ديالو هو نبتة سميتها الرافية. هاد النبتة هادي كتنوض على أساس أنها نخلة، وكيطوروها الناس كيحلو ليها لي فيبر ديالها وكيقادوها باش كتولي خيوط طوال. كنت كنمشي نقرا، ومن بعد ما كنجي مع 12 كنتغدا وأنا بارك خدام. تعلمتها، خديت الباك ديالي، ومن بعد وانا مخرج لقيت ان خاصني ضروري ما نخدمش نعاون مثلا الوالد ديالي ونعاون العائله. ما كانش عندي واحد المدخول قار، ما كنتش ماسيوري لافونير ديالي. فهمت لي بلي كاينه واحد المشروع اللي سميتو المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي جابو سيدنا الله ينصرو. كنحس براسي تغيرت. علاش؟ حيت قبل ما يكون هذا المشروع هذا كنت كنعطي الخدمه ديالي غير هنا في المارشي اللوكال، وكلي ما كانش كيعطيها اهميه. وفضل هذا ودرت سيت انترنيت، والحمد لله جاوني دي زيمايل من عند ناس من برا، ودرنا كونتاكت معاهم وريتهم البرودوي ديالي، وهما بداو كيديروا كرياسيون ديال لي موديل ديالهم. وبدينا بحال ما هكا الحمد لله، بدينا خدامين. كوموند صغير شويه بدا كيكبر، جا كليان اخر، قدروا نوصلوا لواحد البرودوي اللي غادي يكون يونيفرسال. عندي زبناء هنا في المغرب، وعندي زبناء في اسبانيا، وعندي شي ناس يلا بدينا في المحاورات معاهم هاد الايامات في فرنسا، وواحدين في الانجليز. الخدمه هادي راها خدمه وميم طو راها فن، دونك انت خدام وتكيبانوا لك افاق اخرين. بالنسبه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه نقدر نقول لهم حاجه واحده، الله يرحم الوالدين. علاش؟ حيت هذوك الناس وقفوا معايا بزاف، وقفوا معايا واحد الوقفه اللي زعما ديال الرجل الحديدي، ما خلاونيش. علاش؟ حيت عرفوا عندي واحد المنتوج اللي غادي يوصل ان شاء الله، وبقاو معاونيني. واخا كنكون عندي بعض الهفوات كيعاونوني، لا ما ديرش هادي لا دير هادي. وبفضل واحد لي فورماسيون اللي داروا لينا بالنسبه لا كونطابيليتي، بالنسبه لكيفاش تكونفاكو الكليان ديالك، دونك عاونونا دوك الناس. صراحه الله يرحمني من الوالدين، عندي اليقين كبير بالله سبحانه وتعالى غادي نوصل، وغنوصل بفضل الناس اللي معايا، وحتى هما غادي يوصلوا ان شاء الله، غنوصلوا جميعا ان شاء الله.